طب يا ترى مين الفنان اللي كان نفسك تقف قدامه من الفنانين بتوع الزمن الجميل؟ بتوع زمان؟ محمود المليجي. اشمعنى؟ يا سلام، كان في مسلسل، يعني انا ماشي صراحه، هو مسلسل انا مش فاكر اسمه ايه، بس وانا في الطفوله المشهد علق بذهني جدا. المفروض ابنه طروف شاوي دخل الشركه من وراه سرقه، هو عارف ان اللي سرق ده ابنه، فرجع البيت منكسر من ظهره مش من وشه، يعني هو داخل البيت عامل حركه بجسمه كده غير الحركه اللي بره. البودي لانجوج مبينك، وهي اللي بتتمثل، هي اللي بتبين كل حاجه، يعني في 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 الممثل. الكلام ده بزمان جدا، قبل بقى الورك شوب والكلام الكبير قوي، وانا رحت خدت مش عارف ايه والجو ده. ف انا كان نفسي امثل قصاده، لان انا لما عرفت في سيرته وقريت في سيرته عرفت انه كان بيقول نفسي اموت زي ما انا بقول، نفسي اموت وانا واقف على رجلي وانا حاسس ان انا كبير. هو مات والناس كلها عارفه في فيلم ايوب، كان اخراج الاستاذ هاني لاشين، وقال انا رايح اجيب حاجه من بعيد وراجع، كانت بجمله كده، فراح يجيب حاجه من بعيد وقع على الكرسي مات، توفاه الله. الله يرحمه. احساس الفنان قد ايه مؤمن بفنه، قد ايه مؤمن برسالته، فما يغادرش المكان الا وهو بسلاحه واقف، يعني مش اصابه الوهن يعني.